هذا واكتسب استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الشيخ عبد الله بن علي الثاني أهمية خاصة، واعتبرت مصادر خليجية هذا اللقاء بأنه بمثابة سحب الرياض اعترافها بتميم بن حمد الثاني، وكذلك اعتمادها الشيخ عبد الله كحلقة وصل بين المملكة وبين الشعب القطري. تصحيح مسار قطر، مساعي حثيثة تبذلها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب منذ بداية الأزمة، وظهرت نتائجها مع وسيط الخير الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الثاني. مصادر خليجية اعتبرت استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للشيخ عبد الله الثاني في مدينة طنجة المغربية، ومن قبلها الاستجابة لجميع مطالبه الخاصة بفتح أبواب الحج أمام المواطنين القطريين، كلها عوامل تشير إلى سحب الرياض اعترافها بتميم بن حمد الثاني واعتمادها الشيخ عبد الله كحلقة الوصل بينها وبين الشعب القطري. تكتسي الخطوة السعودية أهمية خاصة من منطلق أن الشيخ عبد الله بن علي ينتمي إلى الفرع الأكثر شرعية وأحقية في الحكم في عائلة آل ثاني، ذلك لأنه الابن التاسع لحاكم قطر الراحل علي بن عبد الله، وحفيد حاكم قطر عبد الله بن جاسم آل ثاني، وشقيق الشيخ أحمد بن علي صاحب نهضة قطر الحقيقية. فكانت علاقته متميزة مع دبي، وأصدرا عملة موحدة باسم ريال قطر ودبي، إلى أن خليفة بن حمد أضمن له الشر وقام بتنفيذ انقلابه في عام 1972 بعد أن اغتال وقتل بدم بارد 200 رجل من الأعيان والمقربين للحاكم الفعلي الشرعي الشيخ أحمد بن علي الثاني. وعرفت عائلة الشيخ عبد الله بن علي الثاني وأجداده بحسن تثبيت ركائز الحكم وإدارة الدولة وحسن التعامل مع دول الجوار، ولطالما تبرأت هذه العائلة من حكم تميم ووالده الداعم للإرهاب، كانت تربية المملكة السعودية لمطالب عائلة بن علي دليلا على مكانتها وبمثابة تقدير الرجال للرجال.